الله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. نعرف ان الاوبجكت ممكن يشيل جوا منه حاجات كتير. واحدة من ضمن الحاجات الكتير اللي يقدر يشيلها الاوبجكتس هي الفانكشنز يا جماعة. وسبب بقولنا ان الفانكشنز ها لما تتحط داخل الاوبجكتس بيبقى اسمها ميثودز. طيب ازاي ندرج فانكشن يعني ميثود داخل الاوبجكت؟ في الاول انا بتعامل معاها كانها بروبرتي عاديه جدا جدا جدا، يعني ما بقلكش خلاص موضوع الفانكشن. يعني انا هاخد كومه وادرج مثلا بروبرتي جديده، هخليها مثلا اسمها لاف ريدنج، تمام، واحط الكولن، ولما اجي كاني هسند قيمه. عارف انت الفرق بقى لما اجي اسند قيمه هي يجي هنا الاختلاف بقى. اول ما باجي بسند قيمه يا جماعه بحط الكيورد فانكشن، العلامه المميزه للفانكشن، بفتح الاثنين برينثيسس وبفتح الكيرلي بريسز وبقفلها. هنا بقى ببتدي احط الاكواد تبعي، تمام كده ماشي اوكي. خليني بقى اقول اني جوه منها انا هكتب امر اخراج، يعني دوكيومنت دوت رايت مثلا والفصله المضبوطه، ومثلا هكتب بيرسون دوت نيم. هاي يا جماعه بيرسون دوت نيم، هعمل زائد وما بين دبل كوتيشنز هقول مثلا لافز ريدنج، تمام كده اوكي. بيرسون ديت للدلاله على ان الاوبجكت انا ممكن طبعا اشيلها واكتب مكانها الكلمه this طالما انا موجود داخل الاوبجكت بيرسون، انت عارف كده كويس، تمام جيد اوكي سيف. طبعا انت عارف ان الكلام ديت كله محض تصريح، ما في طبعا استدعاء، فماشي خلونا نركز كده مع بعض وما نتلخبطش من امرين في غايه الاهميه. لما كنا بنيجي يا جماعه نستدعي فانكشن ولما نيجي نستدعي فاريبل عادي، يعني ايه الفرق ما بين الاثنين؟ طيب لما كنا نيجي نستدعي فاريبل عادي كنا بنستخدم امر اخراج مع الاوبجكت. يعني ايه؟ كنا بنقول مثلا دوكيومنت دوت رايت علشان ما تنساهاش ديت، وبعدين كنت تقول مثلا انت عايز تطلع الايش او تطلع النيم، كنت تقول بيرسون دوت نيم، ساعتها كان هو يطلع لك الاسم علي. ما كنتش تقول كده، يعني لو نورت السطر ده ما كنتش تقول كده بشكل مباشر بيرسون دوت نيم وتنهي السطر، لا الكلام ده ما يحصلش، مفيش حاجه اسمها كده، ده مع الفاريبلز اللي هي العاديه. لكن الكلام ده هو اللي بيحصل مع مين؟ مع الفانكشن. يعني عشان تستدعي فانكشن بتنادي عليها بشكل مباشر. ايام زمان في الفانكشنز العاديه اللي ما كانش فيها اوبجكت، يعني ما كانش ليها كبير، كنت بتنادي عليها بشكل مباشر. لكن المره دي بقى ان الفانكشن ليها كبير اللي هو ايه؟ اللي هو البيرسون يا جماعه، فهتنادي عليها بالظبط زي ما بتكتب انت جمله دوكيومنت دوت رايت. انت عايز تكتب، طب ما تكتب رايت على طول، لا ما ينفعش، اصل ليه اب اسمه ايه؟ اسمه دوكيومنت. طب ما انت عايز تستدعي الفانكشن لاف ريدنج، ما تكتب لاف ريدنج على طول، لا ما ينفعش، اصل ليه اب اسمه ايه؟ ليه اب اسمه بيرسون. فعشان كده لازم نحط بيرسون دوت لاف ريدنج يا جماعه، ونعمل سيف بيرسون دوت لاف ريدنج. فيها مشكله دوكيومنت بيس نيم سيميكو بيرسون، مشكلة حرف الار سمول، انا اسف المفروض اخلي حرف الار ده اكتر، يعني انا اللي اتلخبطت فيها الكيس سنسيتيف، انا اسف يا جماعه. بس فعلشان كده راح طلع لي مثلا علي اللي هو اسم الفاريبل اللي انا ما صرحتش عنه بشكل مباشر، انا قلت ذيس، يعني حتى بدليل انا لو شلت ذيس وكتبت كلمه بيرسون الكود هينتظم عادي، يعني ما هي ذس بالدلاله اني انا موجود، يعني فاهم؟ طالما ذس موجوده في فانكشن فبتدل على مين؟ بتدل على يعني، طب انت نسيت بقى قلت لي ان ذس ده بتتحط في فانكشن والفانكشن دي ان نيم، لا حبيبي يعني الفانكشن اساسا مسنده لقيمه فاريبل، لقيمه فاريبل اسمه لاف ريدنج، اللاف ريدنج ده مسند لقيمه فاريبل تاني كبير اللي هو البيرسون، الاوبجكت الكبير اللي بيشيل الكلام ديت كله. فعشان كده بيرسون دي اولا عشان ده كتبت كلمه ذس يبقى معناها ان الاوبجكت الكونتينر الكود كله فين؟ اللي هو البيرسون يا جماعه، فبالتالي ذس معناها القيم اللي جوه البيرسون، فبالتالي لما تقول نيم يبقى انا هجيب لك قيمه النيم مثلا اللي انت عايزها، اللي هي مثلا القصه بتاعتها. يا رب اكون وفقت في شرح الجانب ده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.